في الفيديو ده هنتكلم عن استخدامات السيلر المائي في دهانات الحوائط، بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي في كل مكان. النهاردة هنتكلم عن السيلر المائي واستخدامات السيلر المائي في الدهانات. في البداية، السيلر المائي دهان أكريليك مائي بيتخفف بالمية، طبعا هو باين من اسمه سيلر مائي، فبيتخفف بالمية بنسبة التخفيف بتاعته 10%، يعني سواء إذا كانت العبوة كيلو أو الجالون أو حتى الجازيلا. وطبعا السيلر المائي المقاوم مادة بنستخدمها في معالجة الحوائط الهشة، يعني لو عندنا محارة مثلا الأسمنت بتاعها مش كويس أو المحارة ضعيفة بنستخدم معاها السيلر المائي، بندهن الحوائط المحارة الهشة وش سيلر مائي قبل ما نسحب عليها المعجون. طبعا مادة السيلر المائي مادة اللزوجة بتاعتها عالية جدا، فبتمسك المحارة. لو المحارة معانا هشة ومش هتستحمل المعجون اللي احنا هنسحبه، سواء اذا كان معجون بلاستيك او اي معجون تاني مش هتستحمل المعجون، فبندهنها من السيلر المائي اللزوجة بتاعته عالية جدا. بنجيب السيلر المائي وبنبتدي ان احنا نخفه بمية ونقلبه كويس جدا، بس بنخفه بنسبة 10% عشان بس ما يفقدش الصلابة بتاعته مع المية. فبنبتدي اللي احنا ندهن وش منه قبل ما نسحب معجون على الحوائط. حتى لو المحارة جديدة بس واقع عليها جبس كتير جدا من المصيص بتاع السقف، فغطى المحارة وخلى المحارة متغطية بالجبس، فبنرشم الجبس اللي موجود على المحارة او بننضفه بسكينة، فبنلاقي الجبس عمل طبقة عزلة ما بين المحارة وما بين المعجون اللي احنا هنشتغل بيه. فالاحسن اللي احنا ندهن المحارة دي قبل ما نسحب عليها معجون، ندهنها وش سيلر مائي ونبتدي ونسيبها لحد ما تنشف طبعا، ونبتدي اللي احنا نسحب عليها المعجون بتاعنا. طيب في حالة ان المحارة معانا كويسة ومش هشة والاسمنت بتاعها كويس ومش واقع عليها جبس من المصيص بتاع السقف ولا حاجة، المحارة معانا كويسة ونضيفة وتمام، في الحالة دي مش هندهنها سيلر مائي، يعني ده الاحسن ليها ان احنا ما ندهنهاش سيلر مائي ونسحب عليها معجون على طول. المعجون هيكلبش معانا في المحارة، ده في حالة ان المحارة نظيفة، يعني مش هيقشر معانا طبعا لان مفيش جبس عازل ما بين المحارة وما بين المعجون اللي احنا هنسحبه. طبعا الكلام دوت كنا قايلينه في فيديو قبل كده، تأسيس الحوائط معجون على المحارة، هسيب لك رابط الفيديو في صندوق الوصف. وكمان نقدر ان احنا ندهن السيلر المائي، يعني مش على المحارة بس، نقدر ان احنا ندهن السيلر المائي على الحوائط المدهونة، يعني لو عندنا حوائط مدهونة ببلاستيك ضعيف وعايزين نجدد دهان الحوائط ديت، فمش هتستحمل معانا المعجون او الدهان اللي احنا هندهنه عليها. فطبعا الحوائط ديت احسن حاجة ليها عشان تمسك الحوائط السيلر المائي، هندهنها وش سيلر مائي هتستحمل معانا المعجون او الدهانات اللي احنا هندهنها على الحوائط. لكن في عزل الجبس بوردة او معالجة رطوبة الحوائط او اللسقف مش هنستخدم معاها السيلر المائي، يعني مش هيكون فعال قوي مع رطوبة الحوائط او الجبس بورد. طب هنعزل الجبس بورد ورطوبة الحوائط بايه؟ هنعزلهم بالسينيتون. طبعا السينيتون افضل مادة عزل للجبس بورد وافضل مادة عزل او علاج لرطوبة الحوائط. طبعا الكلام دوت كنا اتكلمنا عليه في فيديو قبل كده، هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف، وطريقة معالجة رطوبة الحوائط برضو هسيبها لك في صندوق الوصف. ولو في اي سؤال اكتبه لي في تعليق وانا هرد عليكم ان شاء الله. وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا وتعملوا لايك للفيديو، وشكرا وتحياتي للجميع.